بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله رايحين نتعلم اليوم كيف نربط طابعات الكانون اللي ما فيها شاشة مع الوايرلس والطباعة عليها من خلال الهاتف أو من خلال اللابتوب أو من خلال الجهاز المكتبي إذا كان فيه وايرلس. نبدأ على بركة الله. طبعا أول شيء لازم نعرف قاعدة إنه الطابعة لازم تكون موصولة مع الوايرلس مع الراوتر. طبعا دائما عندنا في شيء اسمه البوش بوتون، هذا اللي هو الدبليو بي اس موجود في الخلف اذا بنلاحظ، دائما بنستخدمه في تسهيل عملية الربط. هذا الدبليو بي اس، برضو اللابتوب او الهاتف لازم يكون برضو مربوط مع الراوتر. فالطابعة واللابتوب مثلا او الطابعة والهاتف موجودين على نفس الشبكة. هذه النقطة الأولى والمهمة. بعد ذلك نقوم تنزيل السوفت وير على اللابتوب. أنا رايح أنزل السوفت وير على جهاز كمبيوتر عادي مكتبي مزود في وايرلس. إذا عندنا السي دي تاعت الطابعة أوكي، ما عندنا بننزل البرنامج من خلال موقع الكانون للطابعة المطلوبة. بعد ما نزلنا البرنامج نضغط عليه دبل كليك ونشوف الخطوات مع بعضنا. خطوات سهلة بالغالب إن شاء الله. يس، بفك لنا الفايلات لأنه بيجي مضغوط من النت. طبعا تم إنشاء فولدر جديد إذا بنلاحظ. بنحاول نفتح، لازم نستخدم النتورك سيتنج تول، وهذه البرنامج دبل كليك عليه ونقول له يس. تظهر عندنا هذه الشاشة إذا بنلاحظ وايرد لان. طبعا احنا وايرلس فلازم نختار وايرلس. واليو اس بي اذا بنلاحظ مش مفعله لان مش رابطين اليو اس بي اصلا. طبعا لازم نتاكد انه احنا الان جهازنا مربوط مع التي بي لينك. اذا بنلاحظ في الاسفل مربوط مع التي بي لينك، كونكتد مع التي بي لينك، صاير ليميتد الكونكشن مش مشكله، ولكن ماخذ اي بي ادرس صاير كونكتد. وايرلس لان نقول له نيكست، نقول له نيكست، بنخلي على الايزي باستخدام الدبليو اب الدبليو بي اس نيكست. طبعا الراوتر عندي فيه دبليو بي اس فبقول له نيكست. نختار الطابعه نقول له نيكست. نتاكد طبعا الطابعه انها شغاله، الان شغاله الطابعه. نعمل هولد على زر الوايرلس تاع الطابعة لما يعمل فلاشنج. الخطوة اللي بعديها مباشرة في أقل من دقيقتين لازم نضغط على مفتاح دبليو بي اس حتى نسمح للطابعة انها تدخل على الراوتر وتتصل مع الراوتر. هذه أسهل طريقة. نضغط على أول شيء الوايرلس تاع الطابعة لما يعمل فلاشنج. عمل فلاشنج، نضغط مباشرة على مفتاح ال WBS في الراوتر. اوكي، بنلاحظ الجهاز عمل فلاشنج. بتحاول الطابعة ترتبط مع او تدخل على الراوتر. اذا ولع الليت بهذه الطريقة معناته الطابعة دخلت على الراوتر بكل سهولة. الآن صار في ربط بين الطابعة والراوتر. وطبعا شفنا أن الربط بين الجهاز والراوتر موجود. هذا الجهاز مربوط مع الراوتر. الآن ننتقل للخطوة اللي بعديها next. بنلاحظ عندنا الطابعة صار الليت مالها اوكي، معناته صارت connected وكون انتهى الموضوع. الآن كل ما علينا إلا ننزل الدرايفر. طبعا اللي عنده سي دي كان ممكن ينزل الدرايفر مباشرة قبل التول. اللي منزل البرنامج من النت الآن بنروح لهذا الفولدر حسب الويندوز اللي عنده 64 بت. بعمل الآن سيت اب يس يس. نستخدم الستاندر
اوكي نيكست. اد نيو برينتر سيرتشنج بعمل عليها. اذا بنلاحظ ظهرت عندي الطابعة الاي بي تاعها معطيني اياه ونفس الاسم تاعها. هذا الاسم نفسه بنختارها الان ونقول له نيكست ستارت. طبعا بنلاحظ الجهاز ماخذ اي بي، لازم نتأكد من هذه دائما. الجهاز ماخذ اي بي من الراوتر الكمبيوتر. ممكن بالضغط على الزر الايمن اوبن للنتورك ونروح على، طبعا نواصل مع التي بي لينك. ممكن نقول له نضغط على الكونكشن وديتيلز زي ما قلنا، ولازم نتأكد انه نفس الرينج تاع الاي بي اللي ماخذيته الطابعة، يعني 192.168.1. الثلاث ارقام اظن لازم نفسهم، اخر رقم بس هو اللي بتغير. هذا مثلا الجهاز ماخذ 101، ممكن الطابعة ماخذة مثلا اللي شفناه الرقم من شوية كانت الطابعة ماخذة 102. يعني لازم الطابعة والجهاز على نفس الشبكة، ما يكون الجهاز داخل على شبكة واي فاي والطابعة داخل على شبكة ثانية بالصدفة. من الصعب انهم يصلوا لبعض بالحالة هذه، خاصة اذا عندنا في البيت او في العمل عدة شبكات. ممكن الجهاز يكون داخل على شبكة والطابعة داخل على شبكة ثانية وما في اي اتصال بيناتهم. تقريبا قريب يخلص السيت اب، ما في داعي نعمل ريستارت. نشيل هذه نقول له ايش اكزيت برضنا، خلنا نقول له نو ونشوف تشتغل اوكي ولا لا. هذه الطابعة طبعا نازلة بالجهاز زي ما نلاحظ، نتورك برنتر. لو ضغطنا الزر الايمن الان برنتر بروبرتيز ونطبع عليها تيست بيج، الطابعة على طول استجابت وطبعت لنا تيست بيج. فملخص الخطوات، اول شيء نتأكد ان الجهاز واصل مع الراوتر. الخطوة الثانية نستخدم التول هذه الموجودة او من خلال السي دي حتى نوصل الراوتر مع الطابعة، هذا الهدف منها. تكتمل الدائرة بالحالة هذه، بعدين بننزل البرنامج تاع الطابعة من السي دي او من النت زي ما شوفنا، وحسب 32 بت ولا 64 بت وكذا، وانتهى الموضوع. ولازم نتأكد ان الطابعة صارت كونكتد مع الراوتر، هذا يعني انه كونكتد، ضوء ازرق على الواي فاي ومتصل. ننتقل للطباعة من خلال الهاتف. بالنسبة للهاتف الآن، أول شيء نتأكد إنه الهاتف بتاعنا واصل مع شبكة، نفس شبكة الطابعة اللي هي تي بي لينك اللي شفناها من شوي. خطوة ثانية، لازم نازلين برنامج الكانون برنت بزنس، بعدين بنقوم تشغيل البرنامج. هذا البرنامج نزل عندنا، نعمل أجري. اوكي بنقرا ونقول له اجري برضه. في سيرفس برضه الكانون برنت سيرفس بدها لازم تكون نازله، فبننزلها نقول له اوكي، نشغل الواي فاي او الموبايل داتا، نوقف الواي فاي مؤقت عشان ما ننزل هذه البرنامج. كانون برنت سيرفيس ونقول له انستول، هذه برضه ضروري تكون موجودة. ننتظر عمي ما ينزل البرنامج. تقريبا كمل البرنامج، نخلي هذا السيرفيس لازم تشتغل، العملية سهلة يعني. ونرجع على البرنامج الآن، نرجع الواي فاي طبعا، نوقف البيانات زي ما انتم شايفين، نتأكد انه برضو مع التي بي لينك واصل كونكت مع التي بي لينك.
اوكي، الان كونكتد مع سي بي لينك مره ثانيه. نرجع لبرنامجنا تاع البزنس. اوتو سيرش على الواي فاي، هذا البرنتر حصلها، نقول له اد. الان البرنتر صارت موجوده، نقدر نطبع عليها اي حاجه، نقدر نغير في السيتنج دوكيومنت او بيكتشرز. طبعا لازم يعمل الاو للفوتو وكذا، نقول له الاو من الاس دي كارد لو بدي اطبع حاجه ايمج مثلا، اي شيء نطبع هذه الصوره مثلا، نقول له الان برنت. طبعا ممكن نغير في اعدادات الصوره، في الغالب نقول له برنت. نلاحظ الان صورة انطبعت تقريبا، يعني هذه العملية سهلة. نربط الهاتف مع التيبي لينك، برضو الطابعة اوريدي مربوطة مع التيبي لينك فصاروا على نفس الشبكة. ننزل البرنامج، هذا ما يخص الخطوات، ننزل البرنامج اللي هو هذا البرنامج كانون البزنس بالاضافة للسيرفس اللي شفناها الكانون سيرفس، وهي تقريبا كل ما في الأمر. نلقاكم إن شاء الله في مرات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.